وزير الداخلية يعيث فسادا في هذا البلد، يمنع جمعية تقريبا 53 مرة هو كيمنع من الفضاءات العمومية ويصرح بلعض مكلساني بأن الجمعية خيار استراتيجي أنها ما تولج حتى لشي مكان. البارح كيصيف للخزنية والبوليس وغيره كيقتحموا المقر ديال النادي ديال الثقافي ديال وزارة الفلاحة وكيدخلوا للقاعات وكيسحبوا الكراسة وحيدوا اللافتات. إذا أين نعيش؟ عندما نتحدث على أننا نمثل التمييز في مجال حقوق الإنسان ودائما عندما كنعطيو الامتلاك كنعطيوها منه سميتو. إذا هذا الكلام أنا لا أقبله. إذا كان للقضاء سلطة، ماشي موجودة السلطة من أجل أن يخرق الناس القانون ليتدخل هو من أجل إصلاح الوضع. المبدأ الأساسي هو احترام القانون هو الأول، وحينما يقع الشطط والانتهاك فينبغي أن يكون بشكل عرضي لا أن يكون ممارسة جارية. ونقول بأن راه حال دابا الجمعيات عوض أن نقول ما ينبغي أن نقوله كنقولوا لهم سيروا حنا خصنا دابا نلقاو حنا مقابلين غير المحاكم دابا 52 دعوة خصنا نديروها، ولا خدينا بعين الاعتبار المنع ديال الفروع وغيرها وعدم الرفض وصلنا الى رفض تسلم الملفات القانونيه. إن اين نحن؟ من يتحدث على حقوق الانسان ويطمس هذه الحقائق؟ فلا اعتقد بان هذا هو الدور المنوط بمؤسسه من هذا القبيل. الجمعيه عندما انشئ المجلس الوطني لحقوق الانسان اصدرت بلاغا بيانا ضمنته ما تراه بانه يتعارض مع المبادئ ديال باريس، يتعارض مع الاتفاقية ديال فيينا الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات. المؤسسة حنا ما كنهضروش على باش ما نبقاوش نزيفوا الأشياء بأن الأمر يتعلق بطعن في المؤسسة أو غيرها، حنا كنهضروا على النص، ما كنهضروش على شكون من أنشأ النص، كنهضروا على النص وكنقولوا بأن داخل النص هناك اختلالات. سميتو الجدول الأعمال ينبغي أن يوافق عليه الملك. التقارير لا تنشر الا بعد، اين الاستقلاليه من هذا؟ لا اعتقد. اذا بلا ما نمشي انا في حويجات اخرى. شكرا. اذا غير بغيت نشير واحد المساله اخرى، هو ان تصنيف ديال المجلس الوطني ماشي بدا ماشي مع المجلس الوطني، كان مع سميتو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي تم التصحيح. اذا هذا ماشي معيار باش نقولوا انه مصنف في خانه ديال الالف. كاينين حتى البحرين وديال ما عرف شنو الا دخلنا تما راه ما لقاوش التصنيفات كلهم في الخانة ديال الألف. هذا ليس دليل كافي لكي نقول بأن هذه المؤسسة موضوع الآلية كيف احنا بالنسبة لنا نعتبر بأن المجلس قام بمجهود وتمنا هذا المجهود واعتبرنا بأنه في عمله تجاوز الحدود التي كانت يقف عندها المجلس السابق إلى غير ذلك. ولكن علينا أيضا أن نؤكد بأن تعدد الآليات هو ضمان الاستقلالية، كون أن تصبح جميع الآليات التي ستحدث في المغرب أن يصبح هناك جهة واحدة وصية عليها، فهذا بالنسبة إلينا غير لا نقبل. قلتها الآن أمام الملأ وقلتها في غيبتك، لكن لا أحترم أبدا هذه العبارة اللي هي ربما عبارة انسلت إلى لسانك وجاءت واحد السياق ديال نوع من الانفعال ديال أن وزير الداخلية يعيث في الأرض فساد، والعيث وزير الداخلية شخص يخطئ ويصيب. وعندنا حكم قضائي قال لوزير الداخلية أنك أخطأت ويمكن أن يتأكد ذلك بعد ذلك، وأنتم تعرفون موقفي على كل حال في هذا الموضوع وغيره. ولكن اتهام وزير الداخلية اللي هو شخص محترم وأقول أيضا بكل مسؤولية شخص محترم جدا ولكن يمارس مهامه في إطار واحد المنطق معين اللي هو على كل حال يؤخذ ويرد يقال عنه أنه يعيش الأرض فسادا، الحكومة المغربية لا أعتقد أن فيها في وزير يعيث الأرض فسادا. ولا أعتقد أيضا أن المعجم الحقوقي ينبغي أن يتسرب إليه هذا النوع من الفعل، ولكن لو تحدثت بالمنطق الخطأ والصواب لما كان بإمكاني أن أرد عليك واعتبرت أن كلامك يعني كلام مسؤول. هذا النقطة اسمح لي سي أحمد أرجوك وأنت سيد العارفين وكنقول بأنك رجل محترم. ولا ذكرني السي صبار تغيبتك كنت قلتها ليه هو الاخوان. نعم خطأ. نعم الفساد ما كان يعنيوش بيه، خصنا ناخذوه في الاتجاه الذي عبرنا به. شكرا.